حديثنا هي ليست مجرد مكتبة بالفكرة والمشروع، بل بالهدف والرسالة أيضا. اليوم بات عمرها 30 عاما، حديثنا بالتأكيد يدور حول مكتبة دار الحكمة، ولاستعراض 30 عاما من مواقف ورسائل، من اتجاهات تطويرية، من كيف يقرأها المواطن الكرمي وعموم المتسوقين. ينضم إلينا في الأستوديو الشيخ المدير العام السيد بلال خميس. يسعد صباحك. صباح الخير. الله يسعدك ونورك مشاهدي تلفزيون الفجر. حياك الله. صباحك أهلا وسهلا فيك. يعني بداية لما بنحكي 30 عام ما شاء الله، يعني عوام مش عام وعامين، فكيف كانت بالبداية وظروف النشأة لمكتبة دار الحكمة؟ الحقيقة ظروف النشأة كانت، كنت أول ما تعينت في وزارة الأوقاف مشرفا لدار الحديث، عملت على إنشاء مكتبة دار الحديث. أيضا هي تستحق برنامج لوحدها في المشرفين عليها الحاليين. فأنشأت أول مكتبة لدار الحديث، تخصصات دينية مختلفة. فبدأت هذه الفكرة في عام 1982. في عام 1987 انطلقت إلى فكرة خاصة بعد الخبرة اللي أخذتها من مكتبة دار الحديث، أنه يجب أن يكون هناك مكتبة عامة تجارية للجمهور توفر الكتاب للجمهور. وكانت البداية في محل واحد تجاري في هذه المكتبة، كان كتب فقط وأشرطة دينية للنشيد والقرآن الكريم والمحاضرات الإسلامية. استمرت المسيرة عام كامل في من طول عام 87. دخلت الانتفاضة في عام 1980، وهذه يعني كانت مرحلة قاسية بالنسبة لنا، خلينا أسميه قطاع ليس أساسي في بالنسبة للجمهور، فوقف العمل نهائيا، ما في بيع. فاضطرينا إنه ندخل القرطاسية على هذا المشروع، واستمرينا إلى عام 2000 تحديدا. أيضا كانت انتفاضة، أضفنا فرع أو محل تاني للمشروع، تلكأنا بتطويره إلى أن خف وضع الانتفاضة وبدأ في أشغال. ثم تطور المشروع في عام 2008، أضفنا محل ثالث. 2011 أضفنا المحل الرابع. 2013 أضفنا المحل الخامس. الآن المشروع من 5 أبواب، 5 محلات بحلته التي ترونها في الوقت الحاضر. طب أستاذ بلال، يعني من خلال ما استشف من حديثك في هذه الظروف الملخصة، هي يعني كانت الأوضاع السياسية والوضع الميداني فلسطينيا أبرز العثرات، هل كان في عثرات أخرى ممكن في طبيعة الاستيراد المواد إلى ما ذلك؟ حقيقة يعني الوضع الكتاب تحديدا، كانت إسرائيل تضع قيود شديدة على الكتاب ولا تسمح بأي كتاب أن يدخل إلى فلسطين. هذا عانينا منه كثيرا، فكان النوعيات الكتب المسموح لها محدود، سواء كتب سياسية أو كتب دينية. فكان السوق الفلسطيني ليس سوقا واسعا بالنسبة للكتاب نتيجة هذه القيود المفروضة علينا في ذلك الوقت. نعم، يعني كما نشاهد مجارب من احتفال مرور 30 عام على افتتاح مكتبة دار الحكمة. صراحة طبيعة الخطوات والاتجاهات التطويرية اللي تم ممكن وضع خطوط حمراء من قبلكم عليها لحتى فعلا توصلوا لها، ايش كانت ابرزها حسب الرؤية بكل تأكيد؟ الحقيقة يعني هي تطورت المكتبة بتطورنا. الوضع المالي طبعا أهم العقبات في تطوير أي مشروع، وإحنا كانت بدايتنا بداية بسيطة ليس بداية كبيرة، وفضل الله أولا علينا أن أعطانا وتمكننا من تطوير هذا المشروع. من الكتب إلى القرطاسية إلى الشنط المدرسية إلى شنط السفر إلى هدايا الحجاج والمعتمرين إلى أدوات المختبر للمدارس إلى الوسائل التعليمية إلى الألعاب الذكاء وألعاب التعليم. ثم في الفترة الأخيرة أضفنا يعني جناح، أو يعني خلينا أسميه الإلكترونيات، متعلق بالبليفونات والطابعات واللابتوب. وحديثا يعني في افتتاح هذا المعرض أضفنا الكاميرات الفنية المتخصصة للمهنيين والموهوبين في هذا المجال. جميل جدا. على ما يبدو أنه الاتجاهات تسير يعني لشمولية الاحتياج بالتأكيد، اللي أحيانا بنشوفه مفقود في الوطن. بناء على هذا التوفير من احتياجات واتجاهات تطويرية ما شاء الله من سنة إلى أخرى، كيف مدى الإقبال من قبل المواطنين؟ والله
وأكد وأقول مرة أخرى، فضل الله علينا كبير، الإقبال عندنا جيد، والعمل الحمد لله إلنا زبائننا. الزبون أنا أكتشف شيء، أن الزبون يريد أن يصل إلى مؤسسة توجد كل ما يريد، لا يريد أن يتنقل من مكان إلى آخر، فلذلك أسميناها ليست مجرد مكتب. فعلا نأمل أن نكون قد حققنا رغبة الجمهور في أن أوجدنا له كل طلباته، كل مستلزمات الطالب، سواء المدرسي أو الجامعي أو المدرس أو المدرسة، كله موجود بفضل الله. وحريصون جدا أن لا ينقطع أي صنف عندنا إلا إذا كان فوق إرادتنا وفوق أنه مش متوفر في الأسواق الرسمية. جميل جدا. هناك زوايا في المكتبة فيما يخص الكتب بمختلف مضامينها، صراحة إلى جانب وجود حاليا القراءة الإلكترونية والكتب الإلكترونية، وعم بنشوف حاليا الكل عم بينزل كتاب على التابلت أو على الهاتف الذكي وبتم القراءة، هذا الجانب كيف ممكن خلينا نحكي أثر على سواء كثقافة اقتناء الكتب بحد ذاتها، ومن ناحية أيضا كعمل أنه هناك زوايا لبيع الكتب في المكتبة؟ الحقيقة أريد أن أبدأ بداية يعني شوي مختلفة عن الجواب المباشر. تفضل. العالم العربي بشكل عام أنا أعتبره عالم متخلف حاليا في موضوع الكتاب. يعني إذا أردنا أن نستطلع أرقام، ما يطبع في العالم العربي الآن 5000 كتاب سنويا يضاف إلى رصيد المكتبة العربية، في حين أمريكا لوحدها تطبع سنويا 300,000 كتاب، هذا كارثة. فيما يترجم في العالم العربي عبر عصور، مش عبر سنة، خلينا نقول عبر عصور، ما لا يزيد عن 10,000 كتاب، وهو خمس ما يترجم في بلد صغير في أوروبا مثل اليونان، وهذا أيضا كارثي. لو جينا البراءات الاختراع في دولة ما يسمى بإسرائيل اللي هي محتلة أرضنا واللي عمرها كم سنة، 1166 براءة اختراع مسجلة لليهود، في حين للعالم العربي كله 836 براءة اختراع المسجل حتى الآن. هذا لا يعني عدم وجود كفاءات وعدم وجود علماء ومبدعين مسلمين وعرب، موجودين، لكن براءات اختراعهم تبنتها الدول الغربية، يعملون هناك ويتبنوا هناك، وإذا أجى عندنا بلقاش مجال لا للعمل ولا للتشجيع. هذا شيء مهم. بنرجع للسؤال اللي سألتيه، الحقيقة الإلكترونيات أو ما يسمى بالكمبيوتر وتوابعه والشبكة العنكبوتية أثرت كثير على اقتناء الكتاب. لما نيجي الناحية التجارية، ونصحون كثير من التجار أنه إلغي قسم الكتاب واستثمروا في الألعاب أحسن تجاريا، لكن أنا أحب الكتاب وأحب وطني وأحب بلدي، أحب أن يكون في شيء لهذه العقول التي يجب أن لا تهمل. الحقيقة في إهمال كبير جدا على مستوى الآباء والأمهات، على مستوى المدرسة، على مستوى المجتمع، على مستوى الدولة لهذا الطفل. هذا الطفل قتل من يوم ما بدأ الاستعمار لبلادنا. بريطانيا وأمريكا وفرنسا وأوروبا بشكل عام قتلوا فينا هذا المشروع. طبعا بداية قتل هذا المشروع كانت من متى؟ عندما بحثوا لماذا العرب والمسلمون متفوقون، لماذا احتلوا قسم كبير من العالم وسيطروا عليه، وجدوا انه هناك سبب واحد، اللغة العربية. كيف؟ طبعا الان احنا بتلاقينا اضعف شيء عندنا في مدارسنا اللغة العربية. وانا اللي بتحدث معك رغم اني بعتبر حالي بجيد اللغة العربية جيدا، جيدا، القيت كلمة الخريجين في جامعة اللي شكل لي اياها طالب هندي، لأنهم درسوا اللغة العربية على أصولها، إحنا ما درسناها على أصولها. في حين يعني لما وجدوا اللغة العربية، لا خاصة تحديدا بريطانيا وفرنسا، إنه اللغة العربية هي سبب نجاح هذه الأمة، يجب قتل اللغة العربية. طب كيف هذول وصلوا للغة العربية؟ وصلوا لها من خلال القرآن الكريم. وكيف؟ من خلال الكتاتيب، كتاتيب في مصر، في سوريا، في لبنان، في الدول العربية. فقتلت هذه الفكرة، لأنه بدل القرآن، بدل اللغة العربية، استبدلوها بالعامية. وكلمات العامية كم كلمة؟ 3,000 كلمة، في حين كلمات الأجنبية 16,000 كلمة، كلمات القرآن الكريم 50,000 كلمة. شوف قديش قتلوا فينا. طب بناء على ذلك، معارض الكتاب في مكتبة دار الحكمة لم تتوقف، وكان هنالك يعني كهدف منها انه إعادة الضخ والاعتبار لمكانة الكتاب وأهمية القراءة.
بتشوف انه الاستمرارية ضرورية لإعادة هذه الصبغة الثقافية اللي تعود على شبابنا على أجيالنا في بناء مجتمع في انعكاساتها على شخصياتهم مهاراتهم وحياتهم؟ شوف في يعني شغلتين دعطيهن. الشغلة الأولى انه احنا بفلسطين بفضل الله نسبة التعليم 98.2%، هذا مقر رسميا. اللي احنا بنلاحظه في المكتبات عودي من 3 سنوات أو 4 سنوات للقراءة، وهذا مبشر خير، رغم انها العودة في اتجاه معين انا لا ارغبه. هي باتجاه الرواية، الرواية بشكل عام. انا ارغب ان تكون العودة باتجاه العلوم الاخرى كلها بشكل عام يعني بمختلفها، لكن هذا مبشر انه في عودة. لمست انا من الناس اللي عم بيرجعوا للقراءة، ليش رجعتوا للقراءة؟ طب هذا موجود على النت، لا يجد القارئ لذة في القراءة الا في الكتاب على الورقة لازم أن يلمس. أيوة الحقيقة هذا شيء جيد. فلذلك إحنا كمكتبة دار الحكمة أخذنا على نفس عهد من 30 عام أن نبقى للكتاب سند، فلذلك كانت معارض الكتاب عنا مستمرة بشكل متقطع إلى أن أخذنا عهد أنها تكون سنويا، وبدأنا منذ 9 سنوات بأن يكون المعرض سنويا، وانطلقنا في معارضنا أيضا إلى الجامعات. أقمنا في جامعة النجاح، في جامعة بيرزيت، في جامعة الخضوري، في جامعة أبو ديس، وكان معرض رائع لنا كمان في البيري بالتعاون مع بلدية البيري في مركز بلدنا الثقافي، وكان إقبال رائع جدا 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 من طبقة الشباب في رام الله والبيري على هذا المعرض. جميل جدا ورائع يعني صراحة، معلومات قيمة عم تعطينا إياها ما شاء الله. يعني حابين ناخذ منك رسائل أو توصيات من خلال 30 عام في مجال الكتاب والقراءة، ايش حقيقة رسالتك او توصية بتحب توصيها لجميع فئات المجتمع؟ ممكن انا اوجه رسالة اولا للام والاب لانهم بداية الطفل، يجب غرس حب القراءة في الطفل منذ البداية. لذلك الطفل علميا يولد متكامل الاعضاء الداخلية والخارجية الا المخ، يولد بثلث المخ، ينمو ثلثين المخ من يوم إلى 18 شهر. الطفل أجمل وقت عنده للنمو أو لاستقطاب المعلومة من يوم إلى 12 سنة، وأهم فترة اللي هي حتى 7 سنوات. لذلك استثمروا أبناءكم، لا تدعوهم ينمو عشوائيا. الأم والأب لهم دور كبير، يجب أن يدرسوا كيف يعلموا أبنائهم. الطفل من بدايته يستطيع أن يتعلم، لذلك في أطفال كثير في العالم يجيدوا 10 لغات حتى 7 سنوات. 7 سنوات يجيد 10 لغات. إحنا اليوم بقولوا لهم طبعا هذا غربي وهدم لأطفالنا، تضيعوش الطفولة على الأولاد، خليهم يلعبوا في الروضة، لعب الروضة للعب، هذا خطأ وهذا قتل لطفولتنا ولأبنائنا. التعليم يبدأ من البداية وهذا ضروري جدا. وأوجه رسالة أخرى للمعلمين، هؤلاء الأطفال لا تحبطوهم، اعملوا على تحفيزهم تشجيعهم، لا كما يعمل بعض المدرسين وأنا أعرف يسرقوا أفكار طلابهم ومواهبهم يقتلوهم ويأخذوها سرقة. لا، يجب أن تشجع الطفل بأي فكرة، لأن هناك في مواهب بقتلوها للأسف، يجب تشجيعها. وأوجه رسالة مهمة جدا لوزارة التربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم، يجب أن يعملوا على استثمار الوطن من خلال هذا الطالب، يجب أن يعملوا على تشجيع الكتاب بكتابات رائعة يشجعوهم ماديا وتطويريا. وكذلك آخر رسالة، يجب أن يكون هناك نشرة دورية بثمن رخيص لا يتعدى الشيكل للطلاب، تعمل التربية والتعليم على إذا هي ما بدهاش تعملها تشجع دور النشر، تشجع المؤسسات المكتبات. إحنا جاهزين كمكتبات، بس بدنا يفتح لنا المجال للمدارس. أما أنا أجي أعمل إشي وما يتسوقش بقدرش كتاجر، إذا هم بيشجعونا إحنا جاهزين، أو أنا بفضل إنه هم يعملوا كمان مش غلط، لأنه يجب أن الطالب اللي جايب معاه شيكل أو شيكلين من أهله بده يأكل، إذا أكل مش راح يشتري كتاب أو قصة أو النشرة، لكن انت وجد له اياها بشكل بشتريها.
هاي رسالة. شكرا لك، وأكيد رسائل زاخرة فيها الكثير من الدعوات، إن شاء الله تلقى الاستجابات على كافة الأصعدة والفئات التي وجهت لها، ونتمنى لكم مسيرة مليئة بالعطاء والإنجازات. وبالفعل هي ليست مجرد مكتبة، المدير العام لمكتبة دار الحكمة السيد بلال الخميس، شكرا جزيلا لك. شكرا.